كنبغي النواب بالعمل الكبير اللي قاموا به اللعابه داروا خدموا وادوا ما عليهم وكثر بكل صراحه، رغم الوضعيه اللي كنعيشوها كلنا وكل عرف كل واحد عرف شنو وقع لاتحاد طنجة والبدايه المتعطره، ولكن لمسنا اليوم هذيك الروح ديال القتال، هذيك الروح ديال لاكرينتا بحال اللي كنقولوا، تقاتلوا مساكن ما بغيتش كنت النتيجه تكون بهذا الشكل هذا، ولكن انا ما قلتش انا ما جيتش انا باش نهضر في شي حوايج ما سوقيتش. رجع شويه للمقابله، كانت البدايه في الربع ساعه الاولى كنا تقريبا مزيانين واستطعنا نخلقوا بزاف ديال الفرص، وحنا اللي كنا مبادرين باش نماركيو، للاسف لسوء التغطيه جانا الهدف ضد مجرى اللاعب، واللي زاد عكر المسائل هو الخروج ديال المهاجم ديالنا في الدقيقه 37، بمعنى ان الامور جات تعقدت، خسر 1-0 زيد الورقه الحمراء، ومع ذلك لمسنا هذيك الروح اللي تقريبا ما شفتهاش تقريبا في السته ديال المقابلات. شفنا اللاعبين كيفاش كانوا محرين، والهدف الكبير اللي فرحني اليوم هو تسجيلهم ديال تقريبا ديال 3 اهداف، جوج وحنا ناقصين بتسعود، وواحد اللي ترفض. انا قلت لكم انا ما جيتش باش نهضر على 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 التحكيم، ولكن اليوم ما كناش كنسهلوا بان نخسروا، على الاقل يكون ماتش ديال التعادل. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء كنبغي نشكر اللاعبين، كنظن بان مقابله كما شفتوا كانت فيها بزاف لونغاجمون، جوج فراقين اللي كانوا معذبين اتحاد طنجه ولا المغرب الرياضي الفاسي. الحمد لله حنا كنا جايين من انتصار مدينه فاس، كنا جايين باش نزكيو الانتصار اللي حصلنا عليه ضد اولمبيك خريفكا. مقابله ما كانت سهله، كانت فيها بزاف ديال المتناقضات، كنظن بان تسجلنا وتسجل علينا التعادل، عاوتاني سجلنا الانتصار، تسجل علينا التعادل، سجلوا البيت ديال 3-2 ساعه ما تحسبش من بعد. كنظن بان مقابله هي تشكوكيه، كنشكر فيها اللاعبين كما قلت لكم، وثلاثه النقاط غادي تزيد تخولينا لنا نزيدوا نخدموا ان شاء الله. لان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.